ماسك حلقة في حي سليمان، في حي المصيف في شمال الرياض. يقول دخل علي ولد، يقول والله اللي قلت له نمشي على مفروض مهدي الأبنات، يقول صغير مرة، يقول قال لي يا قلب أستاذ بسجل في الحلقة، سجل في حلقة تحية القرآن داعي العالة واثق نفسه. يقول قلت له حبيبي طيب انت الحين ايش حافظ؟ يقول ساكت. قلت له حبيبي انت حافظ قل الله واحد؟ يقول انا مستغرب كيف يتكلم اصلا. يقول شكله صغير. قلت له كيف كم عمره؟ قال سبع سنوات. كم حافظ؟ ساكت. قلت حافظ قل الله احد؟ قال ايه كذا مبرمج ايه. قلت له اقعد. يقول مين يقرا لي؟ قلت حافظ حبيبي قل اعوذ برب الفلق. قال ايه ويقرا. قلت له حافظ الزلزال؟ قال ايه. يقول قلت خليني بدور طه الحين. قلت حافظ البينة اللي المطاوع يغلطون فيها ائمة المساجد الله رحم الله. يقول حافظ البينة؟ يقول اقراها لي ولا غلط. قلت له حافظ جزء عمه كله؟ قال ايه. يقول من برمج ايه. وقلت له طيب حافظ جزء تبارك؟ قال ايه. اقل له سورة تبارك ويقرا. حافظ جزء قد سمع؟ قال ايه. يقول لي اقرا. قلت خليني بورطه. قلت حافظ الاسراء؟ قال ايه. يقول لي اقرا لي والله اني اجيب له مقاطع. يقول قلت بتعبنا وفشلنا بتفشل قدامه. اخذت المصحف وقلت عشان بس اعلمك اني بفتح ما ادري عن ترتيب الصور. يقول افتح له. يقول والله العظيم وصلت معه يونس صورة يونس. حافظ صورة يونس؟ اقرا من آية كذا ويقرا لين وقفه. يقول في الاخير قلت له حافظ آل عمران؟ قال ايه. يقول قلت له انت حافظ القران؟ قال ايه. قلت ليش متعبني معك من الصبح؟ قلت انت حافظ القران؟ قال انا حافظ القران والله عمره سبع سنوات.